دي من ضمن الحاجات بتاعت البيشنت والخير يعني. لكن انت ممكن تقول له في الاخر ان انت عاوز تمشي المريض يعني، بعد ما تخلص انت عاوز تمشي تعمل ايه، تخلي المريض يمشي يعني. برضه لاحظت في الافلام دي ان هما التتابع الاكزامينيشن مش واحد، يعني مش حالة مهم. الشيست مثلا في ناس بتفحص الفرنت الاول، وناس تفحص ناس الباك تفحص الاول، الباك وناس الاول تقعد المريض الاول، بالظبط زي ما انت عاوز، بالظبط، يعني مش ما زي ما عود نفسك على حاجه. وكل كل واحده فيهم ليها ميزه وعيوبها يعني. اللي بقعد المريض الاول على اساس انه يشوف التراكيه فتحل معاه المشكله شويه يعني، مثلا لو لقى التراكيه دي في ديفيتد ولا حاجه، يبقى اللي عندها في فايبروز مثلا. لكن يعني مش، يعني مش اساس يعني. ولو غلطت في التشخيص يعني ممكن يعني احنا ما بنقولش تشخيص في الحالات، اهم حاجه انت بتقول ديفرنشال دايجنوز، ما بتقولش تشخيص الا في حاله الكارديولوجي بس، عشان فيها فالف يعني. عشان فيها فالف ما ينفعش فيها ديفرنشال دايجنوز. ولو قلت ديفرنشال دايجنوز في حاله الكارديولوجي مشكله يعني، مثلا ما تقولوش سيستوليك ميرمر، ممكن يكون في اس دي، ممكن يكون مايتر ريجيرج، ممكن يكون اورتيك ستينوزيس، دي مشكله يعني. انما بقية الحالات كلها ممكن differential diagnosis، بس لازم يكون ال diagnosis موجود في ال differential diagnosis بتاعك يعني. انت لازم تقول differential diagnosis، ولازم يكون ال diagnosis موجود من ضمن ال differential diagnosis اللي انت بتقوله. سواء الشيست او الابدومين او يعني الشيست مثلا، بتقول مثلا ده، ما تقولش سي او بي دي مثلا، تقول عندها obstructive lung disease mostly، ده chronic obstructive pulmonary disease يعني. عود نفسك مثلا تقول دايما ترم كبير، وبعد كده تقول الحاجات الصغيره تحتيه عشان ما تفقدش درجات يعني. هيباتو سبلينو ميجالي ووز اسايتس، ما تقولش كرونيك ليفر ديزيز مثلا. حاله النيورو مثلا، لور ليمب باي لاترال لور ليمب ويكنس ووز سنسوري ليفل، ده مسالك الدياجنوز بتاعك. وبعد كده فرد بقى كل حاجه، بس يعني قصدي انك تكسب تكسب في الدياجنوز نص الدرجه. لكن مثلا ما تجيش تقول عندك كرونيك ليفر ديزيز وما يطلعش كرونيك ليفر ديزيز مثلا، يكون هو عنده هيباتوس بيوني ميجال ومعاه اسايتس بس مش كرونيك ليفر ديزيز. طيب ممكن تجيب حالات معقده يعني، ممكن يجيب لك مثلا ايه الحالات ستريت كورنر فورورد، سيندروم، يقول لك الحالات لا الحالات ستريت فورورد، حاله ديبلوبيا حالات استر حالات حالات الحالات ستريت فورورد. انت حضرتك لو شفت الورقه اللي انا كاتبها اللي انا كنت منزلها، هي دي الحالات اللي بتيجي، ما فيش حالات بقى. والميرمر بيبقى مسموع كويس، والشيست بيبقى مسموع كويس، ما بيجيش حالات حاجات فيها داود. ولو هتحس سبلين هتحس سبلين، لو هتحس ليفر هتحس ليفر يعني. مش مثلا حضرتك هتحس نفسك مثلا ان في حاجه فيها شك، مش هيجيبها. الليمف نود كل شيء واضح، كل شيء واضح. الليمف نود في حاله الابدومين لازم تفحص الليمف نود في حاله الابدومين، كل الليمف نود يعني، مش واحده بس يعني. لازم تفحص سيرفايكال واكزيلاري في حاله الابدومين. اي حد عاوز على اي حاجه يا جماعه قبل ما نقول ستيشن 5؟ ستيشن 5 ديت هي الامتحان صراحه يعني، من وجهه نظري انك تخش على ستيشن 5 سهل جدا انك تجيب 56 من 56 يعني. هي على كل حاله عليها 28 درجه، سهل جدا انك تجيب 56 من 56، تاخد كده تلت الدرجه بتاعت الامتحان. الامتحان من 172 تلتهم في ستيشن 5. ويمكن الناس اللي عندها هيستوري باك جراوند، في ناس جاوبت ستيشن 5 كويس وجابت درجات وحشه جدا في حالات في الكلينيكال او في الهيستوري كوميونيكيشن ونجحوا، وفي ناس ما جاوبتش ستيشن 5 وجابت درجات كويسه في الحاجات التانية وما عدوش. ستيشن 5 هي البلك بتاع الامتحان يعني. انت عندك الامتحان زي ما احنا عارفين الدرجات بتاعته بتتقسم، بتنجح لازم تنجح في سبع سكيلز موجودين، سبع سكيل لازم تنجح فيهم. السبع سكيلز في ستيشن 5 السبع سكيلز موجودين يعني، كل سكيلز عليها 8 درجات في ستيشن 5. فاللي بينجح في ستيشن 5 بيبقى سهل جدا جدا ينجح الامتحان.
طلبت انا من الناس قبل كده ان نقرا المارك شيت بتاعت الامتحان. يعني لو نخش على الموقع ونقرا المارك شيت، المارك شيت هتبين لك نقاط الضعف اللي انت ممكن، او حاجات الضعف عندك اللي انت كنتش بتاخد بالك منها قبل كده. بنجيب المارك شيت من بنخش على البيسز اللي هو في الموقع بتاع الام ار سي بي، وبنلاقي فيه موجودة بيسز مارك شيت، وندور فيه ستيشن 1 وستيشن 2 وستيشن 3 وستيشن 4 وستيشن 5. لو جينا احنا في ستيشن 5 هنلاقي نفسنا متقسم، الدرجة بتتقسم لسبع زي ما احنا قلنا، سبع سكيلز. البيشنت والفير دي عليها لوحدها 8 درجات في ستيشن 5. النجاح في البيشنت والفير لازم تجيب 28 من 32، يعني انت المفروض العيان ما يشتكيش خالص، وده اكتر درجة لازم تنجح بقى في الامتحان. يعني المريض مثلا ما يتأذاش نفسيا ولا بدنيا ولا جسمانيا. يعني المريض لو قال اي طبطب عليه وسيبه ويمشي بقى خلاص، ما تكملش الامتحان. ستيشن 5 مهم فيها جدا الفيرست لوك للمريض. اول ما بتخش على المريض لازم حضرتك تطلع بداتا ما عدا حاله الاي اكزامينشن طبعا، لكن كل ستيشن 5 الفيرست لوك للمريض هي اللي بتحل لك مشكله المريض عندك. يعني انت مثلا ممكن يجي لك بره وانت قاعد في ستيشن 5 تلاقي مثلا ايه الحاله الاولانيه، ميل بيشنت كومبليننج فروم هيديك اند بليرنج اوف فيجن. فانت قاعد بره يا ربي طب ايه اللي ممكن يطلع، عيان عنده هيدك وبليرنج اوف فيجن، ده ممكن لا يكون عنده دايابيتس مثلا، حصل له دايابيتك ريتينوباثي، يكون عنده اوبتيك اتروفي، يكون عنده هايبر تنشن مثلا ومعاه هايبر تنسيف اي ديزيز. تخش جوه تلاقي العيان كده من الفيرست لوك لقيته اكروميجالي. تخش تلاقي مثلا عيان جاي بيشتكي من جوينت بين وبليرنج اوف فيجن، وسايبها لك كده بره عن كومبليننج فروم جوينت بين اند بليرنج اوف فيجن. تخش للمريض تلاقي روماتود ارثرايتس. الكومبلين بتاع المريض بليرنج اوف فيجن ملوش علاقه خالص بالجوينت. تقعد انت تاخد هيستوري في الجوينت والروماتود اكزيربيشن ولا لا، وتنسى قصه بليرنج اوف فيجن بتاعت المريض، تفقد الدرجه. هو بره في ستيشن 5 اهم حاجتين، اهم ثلاث حاجات في ستيشن 5، هو بيديك سيمتومز او اتنين. انت مطالب منك جوه انك تسأل المريض على الهيستوري وتعمل اكزامينيشن. في اهم حاجة في الهيستوري لازم تسأل على الدراجز. دايما هتلاقي في ستيشن 5 حالة من الاتنين الموجودين، في حاجة في الدواء، يا اما انت هتحط دواء للمريض يا اما انت هتوقف دواء او تغير دواء للمريض. لازم تسأل على السوشيال هيستوري والجوب، اكيد المريض ده هيبقى عنده مشكله في ريليتد للسوشيال، ليه سوشيال بروبلم سواء كان في شغله او في البيت بتاعه. السموكينج مهم جدا في ستيشن 5، والدرايفنج مهم جدا، هل البيشن ده درايف ولا لا. في ستيشن 5 بيجي يقول لك من بره ميل بيشنت كومبلين فروم بليرنج اوف فيجن، وبسيبك دي اي قصه اي بروبلم. انت بقى تبقى قاعد بره ما انتش عارف هل هي دي اي ديزيز بس ولا المريض ده معاه حاجه تانية. عشان كده اول ما تخش لازم تكون الهيستوري بتاعك تو ذا تارجت، تبقى عارف انت بتسال عليه ايه. فاحنا عندنا مثلا عندنا خمسه سيستم غالبا دولت اللي بيجوا في ستيشن 5. اكتر من 99% من الحالات بتيجي في ستيشن 5، اللي هي الاي ديزيز، اللي هي الجوينت ديزيز، السكين ديزيز، الجلاند بروبلم اللي هي الثايرويد والاكروميجالي والادسون، والبلاد ديزيز. ممكن تيجي حاله شيست، حاله ابدو، من حاله نيورو، بس دي رير جدا يعني تيجي في ستيشن 5، بس ممكن تيجي. فعشان كده احنا عملت شورت هيستوري على حالة الاي، شورت هيستوري على حالة الجوينت، شورت على حالة الجلاند، شورت هيستوري على حالة السكن. احنا عندنا في الاي ايه اللي ممكن يجي في الامتحان في ستيشن 5؟ يعني يا يجي هايبرتنسف اي ديزيز، يا دايابيتك اي ديزيز، يا اوبتيك اتروفي، يا بابيلي ايديما، يا
ريتينايتس بيجمنتوزا. هيجي بقى لحد يقول لي مايوزيس مايتريزيس هورنر، ما بتجيش. دوت الخمسه اللي بينكون يجوا في الامتحان. اي مريض احنا داخلين نسال على اي بروبلم، هنسال معانا على شويه اسئله نكون احنا حافظينها في دماغنا. فاول ما يقول لي بليرنج وفيجن، اخش اسال ارص السبع اسئله دول والقصه هتتحل فيه. قال لك بليرنج وفيجن لازم نساله على الفيجوال اكيوتي، لازم نساله على الكالر فيجن وعلى النايت فيجن. يبقى دول الثلاثه، الفيجوال اكس، الكالر فيجن، النايت فيجن، الدبلوبيا، التوزيس، هذه خمسه. الاي بين اللي هو الهيدك، او في بروبلم في الاي او بين في الاي دورينج اي موفمنت، وفي ديستشارج من الاي ولا لا او ريد اي. دوت سبع اسئلة بنسألهم لأي عين جاي يشتكي من بليرنج اوف فيجن. وبعد كده اكوردنج للريزلت اللي هتطلع من اللي احنا سألناه للمريض، هل المريض ده هيمشي بعد كده نسأل على الديابيتس والهايبرتنشن كباست هيستوري. يبقى انا دلوقتي عرفت المريض ده انا هبص عليه فيه. لقيت مريض مثلا هيدك وبليرنج اوف فيجن والباقي كله نيجاتيف، يبقى انت حط في دماغك ان انت داخل تشوف باب اليدين. يبقى بالفندس كده هيدك بليرنج اوف فيجن داخل تشوف بابيل قديم، طالما ان هو ما عندوش هايبرتنشن ولا دايابيتس. غالبا بتبقى يانج ايج في ميل انكريز الباد ويت او بتاخد اورال كونتراسيبتيف بيلز. فعلى طول اي مريض بيبقى الهيستوري فيه هيدك بليرنج اوف فيجن لازم اسال، ومعوش دايابيتس ولا هايبرتنشن لازم اسال على الاورال كونتراسيبتيف بيلز لو في ميل، او الانكريز الباد ويت، او في هرشيتيزم ولا لا عشان البوليسيستيك اوفري، وديت بيبقى معاهم باب الايدين. يبقى انت على طول يبقى انت حليت القصه وانت داخل تبص على المريض ده، غالبا هيطلع باب الايدين وانت تشوف الفندس. جيت لقيت تسال على مريض تاني عنده بليرنج اوف فيجن بس ما عندوش اي حاجه تانية، ولا هيديك ولا دايابيتس ولا هايبرتنشن ولا اي ميديكال بروبلم ولا لوس اوف نايت فيجن، يبقى انت غالبا داخل تبص على اوبتيك اتروفي، سواء كان برايمري اوبتيك اتروفي او سكندري اوبتيك اتروفي. غالبا انت داخل تخش سكندري اوبتيك اتروفي بيبقى معاهم هيدك لونج ستاندنج هيدك زي البابيل، بس البابيل دي ما بتبقى يعني الهيدك بيبقى مش لونج ستاندنج، مثلا وزن 3 مانسز. السكندري اوبتيك اتروفي بيبقى معاهم اكتر من سنه او 6 مانسز هيدك. تبقى محظوظ مثلا لو تسال الان قال لك انا عندي ويكنس او عندي انستيدنس، فده بتبقى اوبتيك اتروفي. التالتة وانت بتاخد الهيستوري المريض قال لك ما بشوفش بالليل، خلاص ده بقى ريتينايتس بيجمنتوزا. للاسف بعض الناس خلاص وانس انه وصل للريتينايتس بيجمنتوزا بيعتبر نفسه شخص الحاله. لا، ريتينايتس بيجمنتوزا هي بتجي لك كسندروم في الامتحان. هل هي ممكن يكون معاها في خمسه ديفرنشال دياجنوز موجودين؟ فلازم نسال على لو جت سالت المريض وقال لك في ديكريز الفيجوال اكوتي وديكريز النايت فيجن وفي فاميلي هيستوري دي ريتناس بوجمنتوز، لازم اسال المريض انا سندروم. في الامتحان بيركبها لك بقى، هو اللي بيديك بيدي السيرجوت اللي موجود جنب المريض بيبقوا محفظينه الهيستوري. ممكن يمشي لك شويه اشهر سندروم يقول لك المريض عنده ديفنس، يمشيها لك ريفسوم يقول لك عنده بريفرال نيوروباثي ومعاه سكين بروبلم، يمشيها لك مثلا هيماتوريا اللي هي الاربورت سندروم، يقول لك المريض عنده ستاتوريا اللي هي البيتا لايبوبروتينيميا. فلما نوصل للريتينايتس بيجمنتوزا نبقى عارفين ان في سندروم موجود في العيان. المريض اللي الاثنين مرضى اللي بيجوا في الامتحان هم بغيروهم على حسب اللي هم عاوزين يحطوه، يعني مثلا ممكن انت تكون شفته مره على عنده ديفنس فتمشي اشهر سندروم، ممكن هو يجيبه في الامتحان عنده ديفنس وهيماتوريا دي الاربورت سندروم. فالريتينايتس بيجمنتوزا فيها خمسه ديفرنشال دياجنوز، لازم نسال على الخمس حاجات اللي كل كاركترست لكل واحده فيهم. الاشهر معاها ديفنس، الاربورت سندروم معاها ديفنس وهيماتوريا، و الابيتالايبوبروتينيميا معاها ستاتوريا، والرفسم معاها سكين بروبلم ومعاها ممكن يكون معاها بريفرال نيوروباثي، والخمسه الخمسه في
لورانس مونبيدل سندروم ده بيبقى يانج ايج معاه لونج داكتلي وبلاندنس. في واحده كمان انا نسيها لو حد يتذكرني بيها، الناس اللي مذاكره فيها الكرين سار سندروم ده بيبقى معين معاه هارت بلوك، وده ميتوكوندريال انهيرتنت ديزيز بيبقى معاه هارت بلوك والبلاند وريتينايتس بيجمنتوزا. ف بعد كده عنده طلع عنده السكر، خلاص انت بقى وحظك. السكر هتدور انت بقى هل هو بروليفاتيف ولا نان بروليفاتيف اي ديزيز، يعني فيه هيمورج ولا مفيش هيمورج. انت بقى ده من اما تشوف بالفندس التكرار مثلا حتى هتعرف ان ده هل ديت بروليفاتيف ولا نان بروليفاتيف اي ديزيز، او ده هايبرتنسيف ديزيز اي ديزيز وخلاص. فاحنا عندنا اوبتيك اتروفي، سبيل ليديما، ريتينايتس بيجمنتوزا، والدايابيتيك اي ديزيز او الهايبرتنسيف اي ديزيز، ده اللي ممكن يجوا في حاله الاي. فالهيستوري الكونسايز دي هيستوري مهم جدا في حاله الاي اكزامينيشن قبل ما تشوف المريض. اوقات يقول لك مثلا عيان ده جاي بيشتكي من بليرنج اوف فيجن، تخش جوه كده من الفيرست لوك تلاقي العيان ده سايروتوكسيكوزيس، يعني معاه اكسوفسالموس واضح انه سايروتوكسيكوزيس. بالنسبة للآي، حد عنده أي سؤال مثلا عاوز يعلق لنا على حاجة؟ لازم تروح بس تكرر السبع أسئلة تاني اللي أنت قلتهم. في ثلاثة متعلقين بالفيجن، الفيجوال أكوتي، النايت فيجن، وآخر حاجة الكالر فيجن. على إذنكم بس أرد على التليفون ثانية واحدة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، دكتور عماد إزيك؟ اسفين يا جماعه المقطع. السبعه تاني، الفيجوال اكوتي، النايت فيجن، الكالر فيجن. الكالر فيجن عشان اوبتيك اتروفي، والنايت فيجن عشان ترانس بيجمنتوزا، والفيجوال اكوتي مع الدبيل دي ما بتقلب ومع الاوبتيك اتروفي بتقلب. الاسئله التانيه الدبلوبيا والتوزيس والهيدك، الهيدج عشان البابيلي ديما وعشان البلاين انكريز انتراكرينيال تنشن هايبر تنشن، والاخيره الايدس تشارج. مهم الايدس تشارج؟ حد يقول لي يا جماعه مهم ولا لا؟ ايه اللي ممكن يجي لنا يعني؟ ايه اللي ممكن يجي في ستيشن 5 فيها بروبلم في الايدس تشارج؟ ايه يعني؟ ارثروباسي يعني ايرايتس ممكن طب حاله روماتويد ايه المشكله فيها في الاي بروكن؟ سكليرايتس مفيش بين جوجرن سندروم زي ما الدكتور ندى كده قال، دي كانت حالتي في الامتحان على فكره، جوجرن سندروم.
كان عايز جاي يشتكي من بليرنج وفيجن. ده مريض شغال في القصر العيني اصلا، شغال عامل في القصر العيني. كانوا كاتبين في بره ده مريض ميل بيشنت كومبليننج فروم بليرنج اوف فيجن. انت داخل بقى شايل الفندس في ايدك. هو كان اول ما تخش على طول بتلاقي لقيت المريض هو روماتويد ارثرايتس، فكانت جو نادرا ما هتطلع بره الفندس اكزامينشن، نادرا يعني اي غالبا يعني هتخش على حاله فندس في مصر. فعشان كده الفندس الحالات اللي في مصر مهم جدا انك تبحث عنها. في طريقه سهله للفندس يعني، الناس اللي شافت الفندس قبل كده، اهم حاجه لما تخش دور على الاوبتيك، على اوبتيك ديسك. ما لقيتش الاوبتيك ديسك، امسك ارتري يعني، بص كده على ارتري وتنيك ماشي ورا. لقيت الارتري كل ما كل شويه بيضيق، لا امشي في الاتجاه المعاكس اللي هو كل ما بيشويه بيوسع، هتلاقي نفسك وصلت الاوبتيك ديسك. معظم الليجنز هتلاقيها موجوده حوالي في الاوبتيك ديسك او حوالين الاوبتيك ديسك. احنا عندنا في الجوينت معانا الروماتود ارثرايتس، معانا السيستيميك لوبس، معانا السكليروديرما، معانا السيرونيجاتيف ارثروباس الانكلوزنج سبوندولايتس، ومعانا المايوسايتس والميكس كونكتيف تيشو ديزيز. اي جوينت لازم نسال على شويه اسئله كده مع بعض احنا قلناهم قبل كده، نكررهم تاني. خلاص نخلي الجوينت في ناحيه لوحده، هل في بين ولا لا، في ستيفنس وفي مورنينج ستيفنس، وات انكريز وات ديكريز البين، واني جوينت هل هو ديستال ولا البروكسيمال ولا البيج جوينتس. بعد كده ناخدها بعض الحاجات هتبقى مفيده لينا في الديفرنشال دايجنوس. هنسال على الهير لوس عشان سيستميك لوبس، هنسال على السكين راش خاصه حوالين الهير اند لاين، او سكين راش في اي مكان في الجسم او حوالين الاي في تروبيك راش عشان الدرماتوميوسايتس والسورايسز والسكين اوبشنز اللي موجود مع الروماتود ارثرايتس اللي هي الارثيما نودوزم. هنسال على اي افكشن زي في حاله السيرينوجاتيف ارثروباسي والروماتود ارثرايتس سواء كانت ابسكلرايتس او سكلرايتس. هنسأل على الماسل ويكنس. الماسل ويكنس ممكن يكون نتيجة الديزيز نفسه زي البوليمايوسايتس أو الدرماتوميوسايتس، أو نتيجة التريتمنت اللي المريض بياخده، فممكن يكون روماتويد أرثرايتس وبتاخد استرويد أو سيستيميك لوبس وبتاخد استرويد وعاملة بروكسيمال بايوبسي. هنسأل على الريكارنت انفكشن أو زي كارنت انفكشن يو تي أي او او بالنسبه للفيميل فاجينال انفكشن او جاستروانترايتس عشان السيرو نيجاتيف ارثروباس. هنسال على اي تشينج موجوده في النيلز زي عشان اللي هي سورايتيك ارثروباس. بالنسبه لحالات الجوينت مهم بالفيرست لوك، انت هتخش على المريض ممكن تبقى اول ما تخش تعرف المريض ده سكليروديرم خلاص، يبقى انت بتدور على المريض ده هيقول لك جاي يشتكي من شورتس اوف بريس، يبقى انت ما حاطط حاجه دماغك حاجه بتاعت انترستيشال لانج ديزيز، او ممكن يكون عندهم بالمونر هايبرتنشن. في عيان سكليروديرما في مصر هو من فيرست لوك هتعرف ان عنده سكليروديرما وخش الامتحان على اساس ان عنده شورتس اوف بريس، والعيان ده ما فيش اي لانج بروبلم على فكره. حد شاف العيان ده قبل كده؟ بينزل في الامتحان. ينزله في ستيشن 5 دايما، يقول لك العيان ده بيشتكي من اورتك يا دكتور رشا ولا بالمونر ستينوزيس؟ اي ثينك بالمونر ستينوزيس. مع ايكو بول بالمونر ستينوزس العين ده ايزوليتد بالمونر ستينوزس. العين ده مسموع عليه ايجكشن سيستوليك ميرمر على اللانج بيس، اكتر حاجه موجوده على البالمونر اريا مش موجوده على الاورتيك اريا. المريض قال لي مره، لكن انا ما شفتش الايكو بتاعه.
المريض اللي قال لي انه عنده بالمونري ستينوزس، لكن انا ما اشوفش ليه. بس عموما يعني هو المريض ده بيبقى جاي شورتس اوبريس ومعاه سيستوليك ميرمر موجود على اللانج بيز اكتر مسموع على البالمونري، بس مش عارف بقى هل هو عمل ايكو ولا لا. بس هو المريض اللي كان قال لي ممكن كان ساعتها حد مركبه حاله تانية يعني بالمونري ستينوزس مش مركبه اورتيك ستينوزس. ممكن تخش انت هتلاقي عنده روماتويد ارثرايتس ودايجنوز كل وماشي على التريتمنت. انت بتاسس الحال، هل هو عنده جوينت بين، عنده اكزازيربيشن ولا لا، عنده في بياخد هو الميديكيشنز بتاعته ايه، هل هتنقله على كلاس تانية غير مثلا يكون ماشي على ميزوتريكسيت وانت عاوز تديله اذر ميديكيشنز، مين اللي هيديله الميديكيشنز، انت ولا مين؟ لا لازم تعمل له ريفيرال، لازم تكون واضح تعمل له ريفيرال للروماتولوجي فيزيشن. المونوكلونال انتيبوديز لو انت قررت او انت شايف ان اللي عندك هياخد مونوكلونال انتيبوديز لازم تسال في الهيستوري بتاع المريض عن الروماتويد ده، تسال او الانكلوزنج سبوندلايتس، لازم تسال على الهيستوري اوف تي بي. اللي هي الديزيز موديفاينج دراج. ماشي. فالسبع برضه هتلاقيهم سبع اسئله بتوع الروماتويد بتاع الجوينت بروبلم عشان نعمل ديفرنشال دايجنوزز بتوين الروماتويد والسكليروديرما والسيستم كلوبس. مفيش جود بيجي غالبا، يعني الجود ممكن يجي اكتر بره، يعني الناس اللي هتمتحن في انجلترا ممكن يجي لها جود والميكسد كونكتيف تيشو ديزيز. السوشيال بروبلم مهم جدا في حالات الهاند بروبلم او الجوينت بروبلم، لان غالبا المريض ده هتلاقيه بيشتغل شغله ريليتد لايديه، يا اما تلاقيه درايفر يا اما تلاقيه اي حاجه شغال حاجه لها علاقه بايديه. لازم تسعى السوشيال هيستوري والجوب والانفكشن اوف كومبلين على الديلي اكتيفيتي وعلى الجوب بتاع المريض. اي حد يسالنا في الجوينت اي سؤال يعني حتى انا نناقش فيه مع بعض يعني. على حد معلوماتي يا دكتور نادر ان البلمونر هايبرتنشن مع الشميرمر، الجرهام ستيل ميرمر ده غالبا بيبقى على حد برضه معلوماتي انه مش سيستوليك ميرمر. ايوه ماشي، بس الميرمر اللي مسموع ده سيستوليك ميرمر مش دايستوليك ميرمر. المسموع على العنان ده الميرمر ده سيستوليك مش دايستوليك. البالمونري ريجيرش بيبقى دايستوليك ميرمر. يعني انا مش فاكر هو بقى، انا على ما اتذكر انه كان بالمونري ستينوز بس مش متاكد. يعني الدكتوره رشا هي طبعا شافت المريض قريب فتلاقيها متاكده اكتر مني طبعا. دكتور، هو البيشنت ده الدكتور رمضان بيدخله مره كحاله سكليرودرما ومره هو عنده حاجه في الاورتيك فالف برضه. والله على ايامي كان عنده في البلمونه اتغير بقى ما اعرفش. يمكن مريض تاني يا دكتور مش عارف. مفيش غيره في مصر. مفيش غيره في مصر. الله اعلم يعني اذا كان هو اورتك خلاص يعني يمشي اورتك مفيش مشكله يعني. اوكي. انا بس عشان هو المريض ده دايما الناس بتنخدع وتتوهم ان عنده انترستيشال لانج ديزيز من الشورتس اوبريس اللي عنده. كومبليكيشن من السكلير ده، لكن عنده فالبليجيا. زي بالظبط يا جماعه العيانه دايما اللي تيجي كل سنه بتيجي في المعادي وكل سنه الناس تغلط فيه. كل سنه عيانه روماتويد بتيجي بجوينت بين في المعادي كل سنه. وقلنا للناس الموضوع ده كل سنه برضه. وناس تخش تغلط وتقول لك ان عيانه ده عندها روماتويد اكزيزربيشن. زي ما احنا قلنا قبل كده البين بنسال البين السايت بتاع البين والكاركتر بتاع البين وات انكريز اند وات ديكريز. مهم جدا الكاركتر بتاع البين ومكانه فين. لما مريض يقول لي عندي جوينت بين اساله في انهي جوينت، لو قال لي في السمول جوينت اوف ذا هاند اساله برضه في انهي جوينت، وهل هي الهاند كلها افكتد
ولا بس بارت من الهاند اللي افكت، وهل هو ايدين الاثنين بايلاترال ولا ايد واحده بس. العانة ده عندها تيبيكال، هي عندها روماتويد وعندها الديفورميتي موجود، هي تيبيكال عندها بين في اللاترال 3 اندر فينجر، وعندها كاركترز بتاع الكاربن تان سندروم. فانا فيش حد يتخدع ويخليه ماشي ورا العانة. لا هي العانة روماتويد وبتاخد علاج، بس ملهاش دعوه البين اللي عندها، ملوش دعوه بالاكزازيرفيشن بتاع روماتويد ارثرايتس، هي عندها كاربن تان سندروم. الجلاند احنا الثايرويد بتيجي طبعا يعني هايبر او هايبوثايرويديزم، الاكروميجالي والاديسون والكوشنج. غالبا الاكروميجالي هو اكتر، الثايرويد هي اكترهم يلاقي الاكروميجالي. الثايرويد طبعا الاكزامينشن بتاعها زي ما مكتوب في الكتب، لازم نكزام الابر ليمب واللور ليمب والاي والهارت، لازم نسمع الهارت والنك عشان نحس الثايرويد، ولازم يكون عندي اجابه للمريض هل المريض ده ثايروتوكسيكوزيس ولا لا. ممكن يكون مريض شكله ثايروتوكسيكوزيس يعني هتلاقي عنده اوكسوفسالموس، لكن لا تلاقي المريض هايبوثايرويديز، المريض ده خد تريتمنت واتعمل له سيرجري ولسه الاوكسوفسالموس باين، شكل المريض باين عليه اوكسوفسالموس. فبرضه في الهيستوري في اي عيان سسبكت انه يكون ثايرويد لازم تاخد السكار، دايما مش تبقاش واضحه بتاعه الثايرويد عشان هي موجوده في سكين فولد في النك ما تبقاش واضحه، فلازم تساله على الباست هيستوري اوف سيرجري ولا لا. وطبعا بنسال على السيمتومز اوف ثايروتوكسيكوزيس والسيمتومز بتاع الهايبوثايرويديزم. وطبعا اللي حضر الكورسات بتاعه الدكتور رمضان او اي كورسات ما تنساش تشرب المريض ميه وانت بتفحصه. الاكروميجالي غالبا العين بيجي لك من بره، تحس مكتوب بره بشكل. اتفضل يا فندم. ليه اشرب المريض ميه؟ عشان خاطر السوالونج يعني ولا لا؟ انت ما ينفعش تبص على السوالونج او تحسه او اذا كان المريض بيبلع ميه، لكن ما ينفعش اقول له بلا رئك يعني. لا ما ينفعش تقول له بلا رئك، لازم تشربه بميه. هتقول الميه موجوده فين؟ هقول لك هتلاقي الازازه موجوده تحت تحت السرير يا ورا المريض يا في اي حته مستخبيه، مش موجوده قدامك. عشان خاطر يعني تسال على الميه. لازم تقول له ممكن انت تقول الاكزام ده ممكن نشرب ميه، هتلاقي المريض لوحده مطلع الازازه ما تقلقش. عشان ما نقولوش بلا رئك، لازم نشربه ميه، ونشربه الميه في مرتين، مره واحنا بنعمل انسبكشن ومره واحنا بنعمل بالبيشن. الاسكالتيشن برضو مهم بتاع الجلاند نفسها، صحيح ان مش هنسمع حاجه بس نحط. والبركشن مهم عشان ريترو سترنال اكستنشن بتاع الجويتر. واحنا ممكن نقولهم بسرعه، انت اول ما بتبدا بالايد بتشوف التريمورز، بتشوف السويت بتاع الهاند، بتشوف طبعا الكرابنج طبعا ده مش موجود، بتشوف بتحس البلس، بتعمل بروكسيمال مايوباسي تشوف اذا كان في بروكسيمال مايوباسي ولا لا. بعد كده بتبص على رجل المريض تشوف في سكين اوبشن موجود في رجل المريض ولا لا. بعد كده بتطلع على الاي تعمل اكزامينشن عشان الاكسوفسالموس والاي موفمنت. بعد كده بتخش على النك انسبكشن وانت واقف قدام المريض، وبعد كده ترجع ورا وتخليه يشرب ميه وتعمل بالبيشن، وبعد كده بركشن واسكالتيشن. تحط السماعه على الهارت عشان لو عاوز تسمع تكون عنده اي اف او حاجه. ده الثايرويد سواء كانت هايبو او هايبر ثايرويد. ممكن تيجي حاله هايبو بوتيتيريزم، يقول لك مثلا تكون حاله هايبوثايرويديزم، يقول لك انا دي بتشتكي من ديزنس مثلا. واعتقد في حاله في مصر كده دكتور سيد اعتقد تلاقيك فاكرها، اسمها خضرة باين كده، عند ضل اباسيتك ومعاه سكندري هايبوثايرويديزم. وكان في كذا حاله لكن مش فاكر خضرة بالذات يعني. هتفتكرها تشوفها ان شاء الله. حاله الاكروميجالي غالبا بتيجي بهيدك او كاربال تان سندروم، اسئلتها معروفه بتاعت الاكروميجالي. يقول لك العيان ده عشان كده دايما في الاكروميجالي اقراه كويس، يقول لك العيان ده في اكتيف دلوقتي، هل هو مع العيان ده هل عنده موجود اكتيف اكروميجالي ولا لا؟ حد يقول لنا ولا الاجابه ولا اقول انا؟ دكتور ممكن اقول؟ اتفضل يا فندم. اللي هي السيمتومز اللي هي
اللي هي ال progressive deterioration في ال visual field ايوه وال hypertension وال diabetes وال sweating greasy hand وال skin takes. تمام اللي انت قلتيه كويس، تمام جدا. persistent resistant ايوه resistant deterioration of hypertension وال diabetes بس despite التريتمنت، يعني عم بياخد تريتمنت ضغطه مش مظبوط وسكره مش مظبوط ماشي، يبقى لازم هنضيف بس كلمه despite التريتمنت والبروجريسيف ديتوريشن في الاي فيل زي ما انت حضرتك قلتي، والسكين تاجز والسويتي بالمز اور هاندز والجلاكتوريا في الميل والامنوريا في الفيميل بيرزيستنت طبعا، والفتيج فتيج من الهيستوري. دلوقتي اللي هم الخمسه حاجات، ده سؤال هسألك. فانت عشان كده وانت بتفحص الاكروميجالي لازم تاخد هيستوري، هل البلاد شوجر كنترولد ولا لا، لو عند مريض عنده السكر هل الهايبرتنشن كنترولد ولا لا، لازم تساله ان في، هيقول لك في بليرنج اوف فيجن، هيقول لك تساله في ديتريشن في البليرنج اوف فيجن اكتر من الاول، هتشوف هتساله على السويتي بتاع الهاند، هيسالك طب ايه الساين بتاع الريفرسابل ساين، يعني ايه الحاجات اللي كنت خلاص جت في الاكروميجن ومش هتتصلح، ده برضه سؤال. طبعا هما الليفت فينتريكولار فيلير والكوروناري هارت ديزيز. السؤال اللي اتسال قبل كده، امتى نعمل للعيان الاكروميجالي كولونوسكوبي عشان الكانسر كولون؟ السؤال ده اتسال اول مره اتسال في مصر، انا مش عارف قلتها ولا قبل كده، حد ممكن يقول لي الاجابه اللي كانت موجوده ايه يعني؟ ايه الجايد لاينز؟ السؤال كان كده، واتس ذا جايد لاينز فور سكريننج فور كولونوسكوبي فور كانسر كولون ان اكروميجالي؟ كان ان يور هوسبيتال، كان السؤال كده ان يور هوسبيتال. كانت الإجابة بتاعت الدكتور اللي اتسأل السؤال ده قال له احنا ما عندناش أي جايد لاينز موجودة للسكريننج أوف كانسر كولون في الأكروميجين. طب إيه الجايد لاينز؟ إيه؟ احنا وانس اللي عنده دياجنوز لازم نعمل له كولونوسكوبي. ده البريتش جايد لاينز، وانس إن البيشن دياجنوز إن عنده أكروميجالي لازم نعمل كولونوسكوبي. طيب إمتى الفريكونسي؟ إزاي؟ كل 5 سنين لو الكولونوسكوبي نورمال. ماشي الدكتورة رشا قالت لنا كل 4 سنين، طب انا عليا بقى ب3 سنين، كل 3 سنين لو في بولي، كل 5 سنين لو في لو ما فيش حاجة، وكل 3 سنين لو في بولي موجودة، لو في كولونيك بولي. ده سؤال برضو مهم، التريتمنت بتاع الاكروميجالي ايه؟ التريتمنت موستلي بيبقى سيرجري او ميديكال تريتمنت زي الدوبامينرجيك اجونست او السوماتوستاتين انالوجز، وممكن راديو ثيرابي دي في الاوبرابل كيسز. طب لما تيجي تفحص العيان الاكروميجن في الامتحان، يعني متوقع انت هتفحصه في ايه؟ يعني انت هو انت شخصته اكروميجن، هتفحصه ازاي؟ هتبدا تفحصه منين؟ العيان الاكروميجالي غالبا ممكن تبدأ من الاي ولا تبدأ من الهاند ولا من الهارت حسب شكوى العيان. لو العيان اتحط لك بليرنج اوف فيجن هتبدأ من الاي، لو عيان جاي يشتكي يقول لك بين في الهاند عشان عنده اي كاربال تان سندروم هتبدأ من الهاند. بس ما ننساش في كلتا الحالتين ان نفحص البروكسيمال مايو. بس كاربال تانل سندروم طبعا مهم في عيني. السؤال المهم تاني اللي هو الاكتيف اكروميجالي اللي هي الساين اوف اكتيفيتي، ولازم نقول بيرزيستنت ديسبايت التريتمنت، الكلمتين دولت مهمين، والسكين تاج والسويتي والفتيج. جا سالك جا برضو اتسال سؤال مره اللي عندك كان جاي بهيدك وفجاه العيان ده كان عنده اكروميجالي، وفجأة العيان ده حصل له سيفير هيدك وحصل له كولابسد والهيدك بعد كده اختفى من عند المريض ابوبليكسي، يبقى العيان ده المفروض يخش اوبريشن بس لسه عايش ما دخلش. يقول لك العيان ده كان جاي، هو ده جات الحلقة كالآتي في الامتحان عشان نكملها، عيان كان كومبلينز فروم هيدك، هي اسكاندد فور اوبريشن،
and on the night this patient develop headache and collapse and in the morning time the physician decide to the patient should receive medication for life. This medication in the form of naltrexone 100 microgram and steroid tablet. This patient, the concern of the patient today, he wanted to stop the steroid because he afraid from weight gain. دي كانت حالة جت قبل كده برضه، كانت حالة أكروميجري. طبعا الحالة متركبة طبعا على الكلام، طبعا ده مش ده اللي ممكن يكون حصل للمريض أو ممكن يكون ده اللي حصل له يعني، بس الحالة كانت جاية بالطريقة دي. فكان السؤال العيان ده إيه اللي حصل له، واتنين العيان ده بياخد التريتمنت ليه، بياخد التروكسين والسترويد ليه. السؤال التالت ممكن ينفع نوقف الاسترويد ولا لا. طيب اللي حصل اللي عنده ممكن يكون حصل له الجلاند، طبعا بتيتر ابوبليكس ده محتاج سيرجري، طبعا العيان ما عملش سيرجري يبقى ما كانتش بتسرع بوبليكس. العيان ده حصل له انكريز للسايز بتاع التيومر، حصل فيه سيفير هيديك، حصل فيه انفاركشنز في البيتيوتري جلاند، فقل اثر على الثايرويد واثر على الناس الاي تي اس اتش ما بقاش يطلع، وبرده الاي اس تي اتش ما بقاش يطلع. فالعيان ده حصل له بان هايبوكريز. هل عنده يوقف الدواء؟ لا طبعا ما ينفعش يوقف الدواء. هل الدواء ده بيعمل ويت جين؟ لا الدواء ده ما بيعملش ويت جين، ده ريبليسمنت للنورمال هرمون اللي كانت بتطلع اصلا من الجسم زي ما الدكتوره قالت كده بالظبط كده بتاعها. حالة الأديسون غالبا يعني في واد صغير في مصر عنده أديسون أعتقد، تلاقي عيان يجي لك سينكوبا الاتاك موجود كده في البلاي ستيشن 5. لو لقيت سينكوبا الاتاك في ستيشن 5 يعني مش معقول هيكون جايب لك حاله ميرمر هارت مثلا، نادرا يعني مستحيل اعتقد يعني. فكر يعني لو عندك جاي بديزن سينكوبا الاتاك فكر في حاجتين، يا اما لو عندك يكون عنده ادسون، يا اما يكون عنده الكير ساينس سندروم ومعاه ريتيناتس بوجمنتوز. فلو في عين سينكوبا الاتاك يعني نحط الادسون في دماغنا، ولازم نفحص السكين، ما نفحص السكين بس، ونفحص الميوكوس ممبرين بتاع الماوس كمان عشان السكين كرر. نسأل بقى على الابدومينال بين والدايريا والفومتنج والويت لوس، ونسأل عندك كان عنده، نسأل على الباست هيستو عشان نعرف احنا يعني كده شخصنا ادسون. هل شخصنا ادسون يبقى كفايه؟ لا لازم نعرف السبب ايه. هل ده اوتوميون يعني هتلاقي اللي عنده معاه فيتيليجو مثلا، ولا معاه اذر، ولا عنده دايابيتس، ولا العيان ده كان بياخد عنده برونكال ازمه ووقف الاسترويد، ولا العيان ده كان عنده هيستوري اوف تي بي. هذول الثلاث حاجات نسالهم في عين ادسون. هل هو كان على ميديكيشن؟ هل هو كان في باست هيستوري اوف تي بي؟ هل هو اذر اوتو اميون بروبلم؟ في ناس في مصر بيقولوا الشورت سينكتان تيست واللونج سينكتان تيست، انا بصراحه انا قريتهم الاثنين بس مش عارف الفرق ما بينهم ومش عاوز اعرفه. يعني هو الشورت سينكتان تيست هو كفايه في الدياجنوزس وخلاص، اللي هو فيري ارتو ريز الكورتيكوستيرويد او الاسترويد افتر انجكشن اوف اس تي اتش. هايبوثايروديزم قلناها والثايروكوجيز. الكوشنج يعني لو جت في الامتحان في حالة تبقى سهلة. أهم حاجة في الكوشنج نسأل على البين، الجوينت بين والباك بين عشان الأوستيوبوزيس، ونسأل على الأوبيزيتي هل هي سنتر أوبيزيتي ولا لأ، والفيس بيبقى واضح والهرشيتيز. دكتور لو سمحت الشورت ستيتشر ماشي تيجي هقولها. حاضر.
هو حد كتبها وانا حاططها في بالي، حد كتبها دلوقتي وانا كتبتها. طبعا ممكن تيجي الصوت وجات قبل كده، والناس كانت لاكي جدا. هي في اللي جت في مصر قبل كده كانت فيميل بيشنت، كانت عندها ديبريشن وهي ويل ادوكيتد، وكانت جاية عشان فيلير تو جين هايت اند ويت. ده كانت الحالة كوز شو سيرف ستوتشر. اما كوز يا اما في جلاند بروبلم، يا اما في كرونيك اليس، يا اما يكون فاميلي كوز. فاميلي كوز، فاميلي كوز. فاحنا بنسأل عن فاميلي هيستوري، هل كل الممبر في الفاميلي نفس السبب نفس الحاجة دي ولا لا؟ اه